الشاطئ ديال المحمديه مزيان وكن سياحوا فيه بخير وعلى خير. النظافه مزيانه من ناحيه النظافه مزيان. لا بلاج دو محمديه اي تري بروب. ميرسي ا لا سوسيتي سيتا باسكو اون اي تري كونتون دو فينير ايسي. C'est les vacances. La plage, elle est très très belle, très propre. Merci à tous les gens qui nettoient la plage. La société CETA. Nous remercions donc la société CETA, société internationale, mondialement connue, pour la propreté de la plage et surtout son directeur de Mohamedia qui entretient et a un personnel exceptionnel. نشكر مدينة محمدية والشركة ديالها بالنظافة اللي قايمة بها لحد الآن ولحد الساعة. ils font leur travail tous les matins, on les voit, ils ramassent en effet comme ce monsieur là avec son plastique, on les voit faire et c'est vrai que c'est bien. قرنا شاطئ المحمدية من أجمل الشواطئ اللي زرتها لا في إسبانيا ولا في فرنسا ولا في بلجيكا. ça fait 4 ou 5 ans qu'on vient ici. Ça devient bien propre. Avant, c'était, il manquait un peu, mais je vois qu'ils font beaucoup de travail pour la propreté. Voilà. La plage, vous savez, c'est comme ça. La plage, vous savez, c'est comme ça. في زيارة تفقدية واستطلاعية لطاقم محمد بريس لشاطئ المركز والسابليت استرعى اهتمامنا الجانب البيئي الحسن وبخاصة نظافة الشاطئين اللذان تسهر عليهما. ومنذ الساعات الأولى من كل صباح شركة النظافة سيتا البيضاء التي توفر لهذا الغرض إمكانات بشرية وأجهزة خاصة بتنظيف الشواطئ. Bonjour. Bonjour. Comment ça fait 4 ou 5 ans qu'on vient ici. Ça devient bien propre. Avant c'était il manquait un peu, mais je vois qu'ils font beaucoup de travail pour la propreté. Voilà. الشجاعة ولا موتيفاسيون ديال ليكيب اللي خدامة على نظافة شاطئ المحمدية بصراحة كيقوم بواحد العمل جبار. وهذا الشيء كنشوفوه يعني على ارض الواقع، كنشوفوا بان البحر نظيف، واحد النظافه اللي صراحه انا فاجاتني. محمديه بريس استجوبت عدد من المستضيفين من ابناء مدينه المحمديه وزوارها من مدن مغربيه عديده وسياح اجانب من فرنسا، انجلترا، ماليزيا، توحدوا في كلمه واحده: الشواطئ نقية وجذابة ومنظمة وتشجعنا الاصطياف فيها كل سنة، هنيئا لكم بهذه الشواطئ. بخصوص كنشكر مدينة محمدية والشركة ديالها بالنظافة اللي قايمة بها لحد الآن. هذا الوضع ديال الدوريات هذا ماشي غير اليوم بالضبط ديال النظافة، راه يوميا تيكونوا تبارك الله عليهم وتنشكرهم بهذه المناسبة هذه على هذا المجهود اللي تيقوموا به هما. هذه التصريحات وغيرها تجدونها في الروبورتاج التالي. الحمد لله كلشي نقي كلشي زوين، ما عندنا ما نقولوا، النظافه مزيانه. دائما كتجيو لهذا الشاطئ؟ انا كنسكن هنايا دائما بالمحمديه والحمد لله ما عندنا ما نقولوا. باش تكون النظافه دائما مزيانه واحد الكلمه للمصطفين. يبي المصطفين خاصهم منين يجمعوا وليداتهم ويمشيو ويجمعوا معاهم لابوبال ويديو معاهم، لحقاش كاينين شي وحدين كيخليو وسي دوماج والله، باسكو البحر راه زوين لكل شيء. شكرا. فوالا. بونجور. بونجور. بي سا في 4 و 5 كون فيان ايسي. يا سا ديفيان بيان بروبر. افان سيتي مانكي ان بو. Mais je vois qu'ils font beaucoup de travail pour la propreté. Très bien, c'est ça. اسمي محمد هنيس بن نسرودين، نحن من ماليزيين. كنا نراكم تلعبون الكرة هنا بشاطئ المركز، تحدثني عن النظافة. الحمد لله، بالنسبة للنظافة نشكر على الشركة التي تقوم بجهدها لكي تنظف هذا البحر. إذا كلمة للمصطافين من أجل النظافة. اذا ارجو من كل السكان والمصطفين لكي نحتفظ على النظافه، لان النظافه من الايمان. ياك. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. النظافه مزيانه والشاطئ هادئ والدراري كلشي تيلعبوا، ما كنخافوش عليهم،
كنخليهم يمشيو يلعبوا واخا زعما كلشي مزيان. والشاطئ تيبان ليا بانه نقي، ما كاينش الازبال، كلشي نقي الصراحه مزيان. كلمه للمصطفين اش تقولي لهم؟ خصهم هما يحاولوا الشاطئ ديالهم في الصراحه، لان حنا اللي كنجلسوا فيه وحنا اللي كنتمتعوا بالعطله ديالنا، والدراري كيتمتعوا بالعطله الصيفيه ديالهم، ولكن خصنا حنا نقيو الشاطئ ديالنا. لي فاكونس لا بلاج الي تري تري بيل تري بروبر. سوسيتي سيتا ميرسي. Remercions donc la société CETA, société internationale, mondialement connue, pour la propreté de la plage. Et surtout, son directeur de Mohamedia, qui entretient et a un personnel exceptionnel. Sinon, tout est bien, il fait beau, il y a le soleil, il y a les vagues, les Marocains, ils sont tous sympas. Et c'est un très beau pays. وروج حميد من مدينة مراكش. إذا كشتي علاش بالضبط كتختاروا هذا الشاطئ ديال الصابليت بالمحمدية؟ الشاطئ الصابليت تيتميز بالنظافة والأمن والاستقرار وحتى الجودة ديال المياه. وحتى الناس اللي كاينين تبارك الله عليهم ما كاينش هذاك الصراع البلايات ولا الشفرة ولا الدسارة ديال الدراري، يعني الأمن هو الأول اللي تيكون النظافة. لحقاش تساعد في لونطريمون ديالها مع هي بطله المغرب في رياضه الكاراتي، حتى الجو تخرج من هذاك نطاق الحراره ديال مدينه مراكش. اذا شرحي لنا كيفاش النظافه في الشاطئ ديال الصابليت؟ زوينه وكينظفوا مزيان، وكيعجبني شاطئ محمديه كيفاش حيت كنترينو فيه وكنعومو فيه نقي، ماشي كيحافظوا على نظافة الشاطئ. Et ben pareil, c'est propre, c'est propre le matin en effet. Un peu moins en fin de journée en effet. Toujours c'est bien ici à la plage de tous les jours, oui. Elle est un petit peu plus propre. Toujours. Ouais. Ils font leur travail tous les matins, on les voit, ils ramassent en effet comme ce monsieur là avec son plastique, on les voit faire et c'est vrai que c'est bien. حتى النظافه تبدلات بارابور لي زاني بريسيدون. حنايا الحمد لله راه غادي، والمغرب راه غادي، وهذا الشيء اللي نقدر نقول.